خلي الناس تسافر برا، البلد دي ما فيها حاجه، ساعدونا بالسفر. هلا لو ما عندنا غمه ساعدونا، خلينا نقد اوروبا، نقد الخليج، نقد اي دوله، لكن البلد دي ما فيها خير. يا اخي بس ساعدونا نطلع بشهاده برشاده، بس خلونا نطلع. اسم الكريم نسيبه طارق. سايبه تذكرت اسمك؟ لا انا قاعده جنبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ كويس؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ مجد ابراهيم عوض. يا مجد، لو قلت لك حياتك من يوم ما اتولدت لحد هسه لخصها لي في جمله كده او كلمه. يعني هو الواحد يعني في جمله انه الواحد بيقدر على قدر ما يقدر يحاول انه شنو يعني يشوف نفسه في المستقبل احسن لي شنو. اها جميل. يعني حاول على قدر ما يقدر مهما الظروف، يعني يقاوم ويصل للدار بس. طيب انا عارفه انه الظروف سيئه في البلد وغمات الحياه صعبه جدا، لكن لحد هسه انت وصلت لكم في المية؟ ممكن 70% ان شاء الله. حلو جدا، رقم كبير. كبير اي. ان شاء الله كل امنياتك بين ايديك. امين. يديك العافيه. شكرا الله. لك. شكرا. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كويسه؟ الحمد لله. مين معنا؟ حسين الطاهر. حسين الطاهر، سعيدين جدا بيك وبطلعتك يا حسين. حسين حياتك كلها لو بتاكل خصالي في جمله، حققتي اهدافك ما حققتي اهدافك؟ عملت شغل والله الحمد لله، امتحنت شهاده ما قريت الجامعة، لكن تعمل أيام الهلال الأحمر والحمد لله مستفيدة. أسي حاليا شغالة الحمد لله، يعني وحسي خاشين زي ما بقولوا، يعني قربت يعني أتخرج منه. أنا أشتغل في المستقبل. حلو شديد، كمان طوري من نفسك أكثر وأكثر وإن شاء الله مستقبل باهر لك. شكرا لك يا وسيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منو معنا؟ محمد المعصوم. سيد مرة محمد، منورنا جدا على زي السودان. محمد، لو بتاعي اختصر لي حياتك في جملة. والله حزينة جدا جدا. حزينة عزيز؟ حزينة عزيز كده. ليه حزينة؟ ما عبرنا ولا انفسرنا في حياتك على الصعيد الشخصي ولا في كل الحاجة؟ والله في كل الحالات. نتمنى لك انه تعبر ان شاء الله. والله ما عزيني لكن ان شاء الله. نورتنا سيدي. الله ينور عليك. تسلم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كويسة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ واضحة ابراهيم موسى. واضحة روح، نحن سعيدين جدا بإطلالتك على زي السودان. عرفت لما الليلة لو قلت لك لخصالي حياتك كلها من لما اتولدتي لحد هسه في اللحظة اللي انت فيها، في جملة أو في كلمة هتقولي عنها شيء؟ والله حياة حلوة شريف. أتمنى يعني إن شاء الله يكون الجاي زي اللي فات. حاجة حلوة إنه أنت بتعاني لها حاجة حلوة، معناها هي حتكون حاجة حلوة بنظرة الإنسان وبحد طبيعة حاجة. طبعاً أكيد كل يومين أنقر الوجود. شكراً لك يا وليدي. أنا قاصد رأس الدولة دي إنه الكلام ده يحصل له. يا جماعة ساعد الناس إنها تسافر، أي زول دار يسافر خلوه يسافر، أي زول دار يبر خلوه يبر، خلي الناس تسافر برا، البلد دي ما فيها حاجة، ساعدونا بالسفر. هلا لو ما عندنا غمة ساعدونا، خلينا نقد أوروبا، نقد الخليج، نقد أي دولة، لكن البلد دي ما فيها خير. خلاص كمل شهادتك عشان تطلع طلعة كويسة. يا أخي بس ساعدونا نطلع بشهادة برشادة، بس خلونا نعبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كويس؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ كمال. كمال غازي. كمال غازي، سعيدين جدا بإطلالتك على زي السودان. وكمال لو بتاكل لخص حياتك كلها بجملة مفيدة لحد اللحظة اللي أنت حاسة فيها، هتقول شنو عنها؟ ما مشوش كل التشويش. ليه من يد؟ والله ما أعرف يعني. بعمل في بعمل في شنو ذاتي ما أعرف. أنا مثلا علم ما أعرف إنه دار أتم ورغبة فيه ورغبة ما في دار أتم وما دار أتم. والله سنة سنة وحاجة فيه. سنة وربع يعني سنة وسمستر. عبرت باعتبارك انتهيت خلاص؟ عبرت، لكن برضه ما البلد دي بقت ما مهمتي، ما انت قفل دانت، ما انت لو طالع برا شهادتك اللي بتنفعك. والله دي الكلام، الناس اللي عملوا قرش كلهم ما عندهم شهادات بالمناسبة دي. أي زلمة عمل قرش ما عنده شهادة. القرش لكن ما بتقيم الإنسان، بقيمه. الإنسان اللي بقيمه القرش، لكن في الزمن اللي علينا ده، والله بقت نمبر 1 القرش، والله ما عنده قرش ولا أي حاجة. لا تصنع القرش، بالتالي لازم تصنع نفسك أول حتى بعدك تصنع. أول حاجة تصنع لنفسك عشان تعرف تصنع قروش. أيوة. يا أخي نفسك دي تصنعها منين في الزمن اللي علينا ده؟ لخص حياتك كلها في حاجة مفيدة. حاجة مفيدة؟ يعني في حظي؟ في جملة، يعني حياتك كلها في جملة. سعيدة جميلة حلوة حزينة ومليانة تحديات، مليانة صعاب، مليانة تحديات دي في ما في، لكن سعيدة دي مرات مرات انت عارف السودان مرات بيكون سعيد مرات بيكون حزين حسب الوضع. أنا سعيدة جدا بك يا محمد، تشرفنا.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم؟ بخير الحمد لله. لا اسم الكريمة منو؟ فيحاء. فيحاء أنا سعيدة جدا بك يا فيحاء. وفيحاء لخص لي حياتك كده في جملة أو في كلمة. حياتي حلوة. جميلة والله. ما أقول لك مليانة بالتحديات وكلها لكن بجد جميلة. أنا شايفها جميلة. حلو طالما شوفي دي أهم نقطة إنه أنت شايفها جميلة معناها حتكون جميلة. حتى لو إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك كويس؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. اسم الكريمة منو؟ أنا سايبة طارق. سايبة. سايبة تذكرتي اسمك؟ لا لو قاعدة جمع. اوكي جميل جدا. نسيبة أنا سعيدة جدا بإطلالتك على زي السودان. نسيبة لو قلت لك لخص لي حياتك في جملة أو في كلمة هتقولي عنها شيء؟ والله ماشي 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 كشكش ولا ماشي ساعي؟ ما واقفة. حلو. طيب أنت شايفة إنه أنجزت فيها حاجات كثيرة؟ والله أنجزت. عملت حاجات أنا كان نفسي أعملها عملتها. حلو شديد. طيب وصلت لكم في المية كده؟ 60% كده. قدامك 40 فضل لك بسيط معك. ايوه فضل لك ان شاء الله. انا سعيده جدا. يسلموني كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معنا؟ عمر معاوي. عمر اختصر لي حياتك كده في جمله مفيده. والله يا اخي حياتي زمان كانت سمحه. زمان؟ اي هسه مالها؟ والله يا اخي ماشي يعني لازم الاقي ناس يعني كويس لحد الان لحد الفارغ لازم كويس الاقي ما عارف كويس بنسبه كم يعني؟ بنسبه 70%. بعد 2022 بعدها حتستلم شهادتك وحتكون امورك طيبه وحتكون لا لا لسه انا يا ذاب يعني في بدايه المشوار لسه ما بدي ادرس كثيره برضه حتاخذ لك فتره بسيطه كده وتجهز والله احتمال يعني لكن البلد دي لو يعني المشاكل عندها المشاكل الجماليه عندها والعنصريه عندها البلد دي بلد تتصلح يعني ان شاء الله الحمليات العديده بين السودانيين هاي لكن المشاكل اكثر اغلب المشاكل بتاع السودان يعني مشاكل بس قبليه المشاكل القبليه دي بتاعت انا نازل تكون حلوه ايوه سعيده جدا الله يبارك فيك. السلام عليكم. ورحمه الله. كيفك ان شاء الله بخير؟ بخير الله يبارك. نورنا الليله على الذي سدى منه معنا مصطفى العربي الكريم. مصطفى احنا سعيدين جدا بك مصطفى. لو قلت لك اختصر حياتك كلها في كلمه او في جمله حتقول عنها شو؟ الحمد لله بفضل الله. الحمد لله كل من نعمه حاجه الحمد لله مبسوط والله حققت حاجات كثيره والله الحمد لله كونه قدامك ذاته دي حياه بحاله الله يديك العافيه الله يعافيك ان شاء الله كل ايامك تكون جميله شكرا لك الله يديك العافيه السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. منو معنا؟ عثمان عبد العزيز. عثمان عبد العزيز انا سعيده جدا بك وبإطلالتك ويا عثمان حياتك دي كلها كده اختصرها لي في كلمه وفي جمله والله الله يدينا الصبر بس تذكرتني لما تشوف لما تجيب السؤال بتاع لما تجيب في المرايه بتتذكر شنو؟ استغفر الله العظيم زي ما قلت لك في المرايه انا اصلا ما بزيها يعني نفس الاحساس. طيب ليه يعني الله يديك صبر في شنو؟ لا ما اللهم مين يديك صبر لكن ليه يعني؟ ما في حاجه غير لكن ما انجزت حاجات في حياتك دي؟ والله انجزت لكن ما دايره انا دي. طيب يعني انت ماشي لكن لسه ما وصلت لحاجاتك. ايوه ان شاء الله تلقى ضالتك يا رب. اللهم يديك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منو معنا؟ محمد عبد الله. محمد اختصر لي حياتك في كل في كلمه او في جمله. كن مع الله يكون الله معك. كلام جميل جدا والله انت كفيت ووفيت. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف احوالك؟ 100 100 والله الحمد لله. منو معنا؟ مضر عثمان. مضر عثمان. مضر دي كانت قبيله زمان في العراق. هي بالفعل اسم جميل جدا. فعلي شديد. يا مضر الليله بنتكلم عن انه لخص حياتك كلها في جمله او في كلمه مفيده هتقول شنو عنك؟ تقول له حياتك كلها من اتولدت لحد اللحظه اللي انت فيها هسه. الحمد لله. الحمد لله. لكن هي صفه لي. طيب وصف لي حياتك عامله كيف؟ مليانه صعاب مليانه تحديات جابهت فيها كثير. والله الحياه على العموم كلها مليانه صعاب. طبعا نقول غايته بس الحمد لله على كل حال. لكن ما بين الصعاب والسلس. قلت ما بين الصعب والسليز بس يعني انت مرات بتنزل ومرات بتطلع. هي اصلا الحياه ماشيه كده ابدا توازن. لكن ان شاء الله تكون كلها جميله وايامك الثانيه حلوه. امين يا رب. اللهم امين. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك كويس؟ الحمد لله تمام. من معنا؟ هو الصلاه عمر حوت. نحن بنتكلم في زي السودان عن انه لو قلت لك لخص حياتك من اتولدت لحد هسه اللحظه اللي انت فيها دي حتوصف حياتك بشنو حتقول عنها شو؟ والله اوصف حياتي الحمد لله انها مبسوط وعايش الحياة زي ما الناس عايشين معه بس. حلو. كويس. ما أكثر من الزول ينبسط مهما كان. في الأحزان في الأفراح أي حاجة. بس كل ما زول يفرح يعني بتفادى حياة كثيرة بتفادى مشاكل كثيرة كويس.
هذول حتى لو ما حتى لو زعلان مبسوط لو حياته مشتتة. خلص أنا سعيدة جدا بك وبكلامك الطيب. شكرا لك. أديك العافية إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيدة جدا بكم أنتوا الاثنين في مرئية واحدة وعايزة أتعرف عليكم. منو معنا؟ معك إسحاق نيوتي. إسحاق منورنا جدا يا إسحاق. ومنو معنا الأستاذ؟ حيدر محمد. حيدر وإسحاق أنا سعيدة جدا بكم أنتوا الاثنين وبإطلالتكم على زي السودان ودايرة كل واحد فيكم كلنا على حدة كده يقوم يلخص لي حياته في جملة مفيدة في كلمة أو يصف لي بحاجة. حياتك الحياة طبعا يعني حاجة جميلة جدا إنه أنا لو قلت بحكي لك في نفس اللحظة قد يكون إيزي جدا لكن الحياة ما يعني ما حياتي طبعا في مرحلتين مرحلة ساو السودان جميل انه انا ممكن احكي لك طيب التجربه ذاتها مما بين جنوب السودان والسودان شمال السودان والسودان كله كانت حافله بالمشاق ولا كانت جميله ولا كان بيتكبدوا بيتخللها حاجات طريفه فيها شنو كان؟ والله بالمناسبه من جانب الشيخ ده طبعا الواقف بتاعنا هي في حد ذاتها علي زي ما انت عارفه براك وكانت شاقه لكن برضه فيها فوائد فيها أفضل طبعاً. أفضل من ما حس إحنا فيه نسبة لعدة أسباب لأنه كان زمان أنا الحياة كان بتاعت البراءة وكده رغم إنه واحد حصلنا مرحلة النضج خلاص حصلنا مرحلة النضج لكن اتفاجأنا إنه الحاجات الزمان إحنا عايشينه اتغيرت عشان كده يعني واحد تلقى بيقول وبس السؤال إنه المثل بيقول إنه الدولة الوحيدة إنه السودان ما ديو أجمل من هادرة ده لأنه بتلخص في الحاجات وإحنا قمنا في ودي عليم واتفاجأنا إنه كان حقوله حاجات الزمان موجود كان ياري كان بمشي كان نحن أتمنى إنه المستقبل يكون أجمل وأنعم وأسهر إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بك يا إسحاق شكرا يديك العافية الله يخليك أستاذ حيدر مش هلا بك حيدر بنتكلم الليلة عن إنه لخص حياتك في جملة يلا قول لي كده حاجة عن حياتك فأنا بقول يعني الحياة علم والحياة بيزنس عليهم الشغل الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض فانت كيف تقدر يعني انه تحصل للعلم الكافي وبعد ذلك تتمرحل للحاجة اللي بيقولوا بيزنس فلازم انت تضع خططك واستراتيجياتك فلازم تكون رؤية وتكون واضحة جميل جدا بتكون عندك تاني رسالة انت وصلت لنسبة كم في الحاجة دي كده غيمة لك والله حاليا يعني نسبة يعني في حياتك 55% يعني لسه نحن في البدايات وكده فلسه بكون عندنا خاطين هدف وبندير في الخطة على أساس إنه دارين نحصل ليه شنو أهم حاجة تشوف إنه كنت وين وبقيت وين وتغيب نفسك كل فترة أي يا أخي أنا كنت سعيدة جدا بك شكرا الله يتسلم الله يديك السلام عليكم السلام عليكم كيف كويس تمام الحمد لله منو معنا عبد الله قسم الله عبد الله قسم الله عبد الله لخص حياتك كده في جملة مفيدة الله صالح يعني كده جايب جايبة كلنا والله حياتنا جايبة لكن شنو؟ حاجة سعيدة حاجة حزينة لكن الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل صراحة ما يمر الجامعات والتكبير وهنا والله ما في حالة أعطى لكم كثير أيوة من 2018 لسنة هنا قاعدة لا لا بتعبر إن شاء الله لا الحمد لله حسب فضلك كم؟ الله يبقى لي سنتين كويس يعني قطعت نص المشوار ما بطل برضه شهر ما خايف انه ارجع هو اصلا لا 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 بترجع ان شاء الله ثاني رجوع ما في لا لا هو رجوع ما في لكن ما برضه مع اليوم رضي لا شوف لنا حنرجع لا ان شاء الله بتتظبط الايام الجايه ان شاء الله ان شاء الله مستقبل باهر لك لا ان شاء الله شكرا يا عبد الله